نموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ورهانات الدفاع عن الوحدة الترابية. يسعدنا أن نرحب بالأساتذة الأفاضل الذين سوف طبعا يشاركوا معنا في هذه الجلسة الأولى قبل أن نتحول إلى جلسة علمية ثانية بعد قليل. إذن هذه الجلسة العلمية الأولى حول موضوعنا اليوم النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ورهانات الدفاع عن الوحدة الترابية. سوف نناقش هذا الموضوع من خلال أربعة محاور رئيسية. الجلسة التي سوف يترأسها الأستاذ الدكتور مصطفى مناب أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا. نرحب به ونشكره على ترأسه لهذه الجلسة. شكرا لك أستاذ. إذن في محاور النقاش في هذه الجلسة الافتتاحية الأولى ستكون لنا مداخلة أولى حول موضوع الحكامة والنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية كعنوان، وهي للأستاذة نسرين سعد الياس أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بسلا. في برنامج هذه الجلسة العلمية الأولى أيضا مداخلة ثانية بعنوان جهة الداخلة وادي الذهب، مكانة الجهة في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والبعد الإفريقي. هذه المداخلة سوف تكون من قبل الأستاذ حسن رامو، وهو أستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بأبيض. الموضوع الثالث سوف يكون بعنوان الدبلوماسية المغربية الإفريقية وسؤال الوحدة الترابية من تقديم الأستاذ أحمد مرابطي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. ورابع مداخلات هذه الجلسة العلمية الأولى سوف تكون تحت عنوان في تهافت دعاوي خصوم الوحدة الترابية، وهي من تقديم الأستاذ أحمد بودراع وهو أستاذ التعليم العالي في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بأريطانيا. هذا بخصوص الجلسة الأولى. في الجلسة العلمية الثانية والتي سوف يترأسها سيد أحمد نور الدين الباحث في القضايا الدولية والاستراتيجية، مشكورا على ترأسه لهذه الجلسة ومشاركته في أشغال هذا اليوم الدراسي. لنا أيضا محاور ومواضيع أخرى في نفس السياق بمعالجات طبعا مختلفة. سيكون لنا طبعا موضوع أول أو مداخلة أولى تحت عنوان تطور لغة منظمة الأمم المتحدة حيال قضايا الأقاليم غير المتمتعة بحكم ذاتي، حالة قضية الصحراء المغربية خلال الفترة ما بين 1963 و1991، وهي من تقديم الأستاذ عبد العالي الحور أستاذ باحث بمركز التوجيه والتخطيط التربوي. المداخلة الثانية سوف تكون بعنوان تمظهرات مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من خلال الاستحقاقات الانتخابية المغربية لسنة 2001، وهي من تقديم الأستاذ حكيم التوزاني أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير. ثم موضوع آخر حول جوانب تاريخية من الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه من تقديم الأستاذ نور الدين الدخيسي باحث في التاريخ المعاصر والقانون. وهناك أيضا مداخلة من توقيع الأستاذة تورية الحلوي أستاذة القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير حول موضوع الترافع عن قضية الوحدة الوطنية من خلال الدبلوماسية الرقمية من خلال نموذج دبلوماسية الفيسبوك. وفي موضوع أخير الدكتور الباحث أنور علالي الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة يقدم لنا موضوعا بعنوان La personnalité juridique internationale entre souveraineté nationale et autonomie régionale. طبعا وكل جلسة سوف تتخللها جلسة مناقشة مع القاعة وأسئلة الحضور. أن أطيل عليكم إذن سوف نفتتح هذه الجلسة العلمية الأولى حول موضوع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ورهانات الدفاع عن القضية الوطنية. وطبعا
سوف تكون هناك فرصة من أجل مناقشة الأساتذة في كل مداخلاتهم بعد ذلك في تفاعل مع القاعة. أعطي الكلمة الآن للأستاذ مصطفى منار، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، رئيسا لهذه الجلسة. تفضل الميكروفون أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد بتقاسم المكان والزمان، المكان جامعة أبو طفيل كلية العلوم القانونية والسياسية، الزمان هو زمان مناقشة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والترافع حول القضية الوطنية. طبيعة الحال سمعنا الكثير في هذا الصباح، وإلى أي حد أننا من خلال هذه المدخلات سوف نترافع من أجل إقرار، لأننا تحدثت على القضية الوطنية التي يؤكدها التاريخ والجغرافيا والبيعة والإجماع الوطني، ويبقى الجانب الآخر هو النموذج التنموي من خلال عملية اقتصادية اجتماعية ثقافية التي من شأنها أن تخلق ما يسمى بالتنمية المستدامة داخل هذه الأقاليم. طبيعة الحال هذه المرافعات التي اعتبرت مدخلات ولكن مرافعات على مستوى أن نحقق ما يرجى من خلال ما أقره جلالة الملك محمد السادس نصر الله فيما يتعلق بالحكم الذاتي، وتطلعات حول ما هو يعني تنموي بشكل كبير. سمعنا الكثير كما قلت السابق، ولكن إلى أي حد يمكن أن ننزل ما هو رسمي بما هو نظري أكاديمي، وبالتالي خلق صورة أكاديمية عند الطالب وعند الحضور الكريم من خلال المدخلات التي سوف نستمع إليها. وسوف أبدأ بأول مدخلة حتى لا أضيع يعني الوقت بشكل كبير. أعطي الكلمة للدكتورة الفاضلة والأستاذة الكريمة أستاذة نسرين سعد الديس حداد، هي أستاذة تعليم عالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا. وسوف يكون عنوان المدخلة هو الحكامة والنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، فلتتفضل. مشكورة. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسادة الأساتذة الأفاضل، شكرا للحضور الكريم، شكرا للجنة المنظمة لهذه الندوة المتعلقة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ورهانات الدفاع عن الوحدة الترابية. شكري متميز إلى الأستاذة نادية جمال لدعوتها لي قصد المشاركة في هذه الندوة العلمية الأكاديمية يعني التي لها راهنيتها يعني في ودورها الأساسي يعني في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. عنوان مداخلتي عنونته بالحكامة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، خصوصا وأن هذا النموذج يعد أحد الأوراش الريادية التي أعطى انطلاقها صاحب الجلالة في الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، لكون النهوض بهذه المناطق لمن شأنه أن يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة، وسيعطي نقلة نوعية بها من خلال إقرار رؤية تشاركية وإدماجية من عن طريق إشراك جل الفاعلين القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيره في النهوض بهذه المناطق التي تزخر بثروات هامة ومتميزة. فتفعيل النموذج التنموي سيفتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية بالمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، بالنظر لما تتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات. فهو نموذج يقود لرفع مختلف التحديات التي تواجهها المناطق الجنوبية من خلال إقرار منظومة اقتصادية محفزة للتنمية وخلق ثروات وفرص شغل،
وهذا لن يتم إلا بوجود عنصر بشري تمنح له يد المساعدة في المشاركة في القرار وإبداء رأيه في المشاريع التي تهمه وتهم ساكنته، حيث لا يمكن أن نتحدث عن نموذج تنموي ناجح وفاعل للأقاليم الجنوبية دون الحديث عن العنصر البشري باعتباره الرافع الحقيقي لأي تنمية. فغاية النموذج التنموي هو إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال تعزيز التكامل بين جميع الفاعلين حتى يتسنى النهوض بقدرة التنمية التي رسمتها عدة خطب ملكية ونصوص توجيهية شكلت مرجعية أساسية لانبثاق رؤية تنموية جديدة باعتباره منعطفا هاما في مسار التنمية الجهوية عبر جعل الأقاليم الجنوبية في مقدمة جهات المملكة. من هنا نتساءل عن أهمية البرامج التنموية في المناطق الجنوبية وما هي الإسهامات التي حققتها، وهل شكلت فعلا نقلة نوعية وورشا هاما بهذه الأقاليم، وهل هذه المناطق اليوم بكل هذه الرهانات والتحديات التي احتضنتها أضحت توازي المناطق الداخلية؟ هل هذه البرامج والمخططات التنموية تعد فاعلة وفعالة في نجاح وارتقاء المناطق الجنوبية؟ وأين يكمن دور الحكامة الجيدة في تطبيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية؟ فهل تحقيقه مرهون بالجهوية المتقدمة وبتحقيق عدالة مجالية على صعيد التراب الوطني؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه من خلال يعني تقسيم مداخلتي إلى محورين رئيسيين. محور أول حاولت أن أعالج فيه ماهية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، ومحور ثاني سوف أعالج فيه يعني النموذج التنموي نجاعة لعدالة مجالية بالمناطق الجنوبية. يعرف النموذج بداية لغة لغويا بأنه تمثيل لحقيقة معينة، فهو تصوير للواقع. فالنموذج يحمل معنى التوضيح أو التجسيم، أي نتخيل الواقع من خلاله. أما علميا فهو عبارة عن تخمين للحقيقة، والذي يحمل أو يحتمل إما الصواب أو الخطأ. وحظي النموذج التنموي بمكانة خاصة لدى المؤسسة الملكية، يعني من خلال تحقيق أن التنمية بالأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها وتكاملها مع باقي أقاليم التراب الوطني. لهذا الغرض دعا جلالة الملك في خطابه ل 6 نوفمبر 2012 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى صياغة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط هادف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، مع رفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة في إطار دينامية اقتصادية واجتماعية جهوية محفزة، ذلك وفق مقاربة تشاركية يستلهم مبادئه من دستور 2011 ويندرج في إطار الجهوية المتقدمة ويستجيب لخصوصيات الأقاليم الجنوبية ويرتكز على احترام وتشجيع حقوق الإنسان، حيث سينكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إعداد ورقة تأطيرية حول النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية شهر دجنبير 2012، تضمنت 4 محاور متمثلة في التشخيص وتوصيف الحالة الراهنة والمبادئ والأهداف الرئيسية وتحديات التغيير والمنهجية المتبعة في الدراسة التي أنجزها المجلس. وفي هذا الإطار تم إحداث لجنة متخصصة مكلفة بقيادة أشغال إعداد أرضية يعني للنموذج التنموي الجهوي مندمج ومستدام لفائدة الأقاليم الجنوبية، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس بتاريخ 7 نوفمبر 2012 بإحداث لجنة خاصة مكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية. تضم هذه اللجنة 25 عضو يدخل في تركيبها ممثلون عن الفئات الخمس التي تكون المجلس وعن اللجان الست الدائمة، وتضم رئيسا ونائبا ومقررين ومجموعة عمل متخصصة. تطلب إعداد الورقة التأطيرية مدة شهرين، اعتمد في إعدادها تحليل مختلف الدراسات التي تم إجراؤها على مستوى الأقاليم الجنوبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، وكذا نقاشات مع رئيس الحكومة وبعض القطاعات الوزارية ومجموعة من الجلسات الاستماع التي نظمت يعني في إطار مع فاعلين في الجهات الجنوبية كوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، الولاة، الرؤساء المنتخبون، وكذلك هناك هيئات الوساطة المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط. بعد مرور سنة من اشتغال المجلس على هذا المشروع أصدر تقريره شهر أكتوبر 2013 الذي قام على منهجية ترتكز على روح التشارك
والنقاش المجتمعي والحوار مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستعانة بدراسات وأبحاث منجزة يعني للمقارنة بين تجارب دولية لمناطق ومجالات ترابية مماثلة للأقاليم الجنوبية التي عكست أبرز عوامل نجاح عملية تنزيل نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية. وخلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك لمدينة العيون لتخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، قام بإطلاق استراتيجية لتنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية التي يهدف إلى إحداث تحولات ضرورية غايتها إطلاق منظومة حقيقية مبنية على التعاون والتحاور والتضامن الاقتصادي، مع إقرار رؤية تشاركية وبنية أساسية لضمان إنعاش الاستثمارات. لقد سعى النموذج يعني إلى تحقيق أهداف كيفية وكمية متمثلة أساساً في إقرار رؤية ومبادرات أكثر تشاركية وإدماجية، مستندة على حكامة مسؤولة باعتبارها تحولات ضرورية من أجل إطلاق دينامية حقيقية للنمو مبنية على التعاون والتضامن الاقتصادي وتوطيد العلاقات الاجتماعية والتماسك، مضاعفة الناتج الداخلي الخام للجهات الثلاث، والحد من الفقر وتوسيع القاعدة الاجتماعية للطبقات المتوسطة بهذه الأقاليم. فغاية النموذج التنموي متعددة الأبعاد، قوامها الالتزام والتشبث بقيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص، فهو نموذج مستقبلي تحتل فيه المرأة والشباب مكانة خاصة ومتميزة، فهو رافعة أساسية لضمان الاستثمار بخلق فرص الشغل مع إضفاء منظومة جديدة غايتها الاستدامة والنجاعة بالاعتماد على آليات الحكامة لتضفي سمات التدبير الجيد والمسؤول على مختلف مراحل تنزيله. فمن أجل النهوض بالمناطق الجنوبية وجعلها في طريق التنمية المرغوبة من طرف صاحب الجلالة باعتباره ورشا رائدا نحو التنمية، تم تخصيص 7 مليار درهم لجهة العيون الساقية الحمراء، و 6.6 مليار درهم لجهة الداخلة وادي الذهب، و 5.5 مليار درهم لجهة قلميم وذنون، حيث عمل النموذج التنموي على رسم واحتضان المحطات التالية: هناك المجال الاقتصادي، وكذلك هناك المجال الاجتماعي. نظرا لضيق الوقت يعني لن يعني المقام غادي يعني تبو في المجال ديال الاستاذه، يعني بطبيعه الحال في جميع يعني المجالات، المجال الثقافي والمجال كذلك البيئي، حيث تضمنت استراتيجيه تنفيذ النموذج التنموي الاقاليم الجنوبيه محفظه مشاريع تناهز 600 مشروع بغلاف يصل إلى 77 مليار درهم، وذلك من أجل المساهمة في مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي وخلق يعني مناصب شغل. وفي هذا الإطار عملت الحكومة على تقييم تنفيذ البرامج التنموية سنة 2018، أي بعد مرور سنتين من دخول هذه البرامج حيز التنفيذ لتقييم النتائج المنجزة، سواء تعلق الأمر بمدى كفاية الاعتمادات المالية المرصودة في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية والتقنية بموجب عقود البرامج والمشاريع المبرمجة ضمن استراتيجية النموذج التنموي الجهوي أو ما يتعلق بنسبة الإنجاز الفعلي للمشاريع المبرمجة، حيث بلغت تنمية الأقاليم برامج تنمية الأقاليم الجنوبية 2015-2021 شملت 685 مشروع ووزعت على الشكل التالي: جهة العيون الساقية الحمراء ب 255 مشروع، وجهة واد الذهب ب 137 مشروع، وجهة قلميم ودنو ب 251 مشروع. ويتعلق الأمر على الخصوص بتوقيع 4 اتفاقيات إطار تهم 41 اتفاقية نوعية و 683 مشروع بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم، وتمت مراجعته بزيادة ليبلغ أكثر من 80 مليار درهم. وبالرجوع إلى مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 حول حصيلة تقدم تنفيذ البرامج التنموية للأقاليم الجنوبية، تم إنجاز 202 مشروعاً بمبلغ 15.17 مليار درهم، بينما يوجد 279 مشروع في طور الإنجاز بغلاف مالي يصل إلى 42.92 مليار درهم، في حين تبلغ المشاريع المبرمجة 216 مشروع بمبلغ مالي يقدر ب 21.16 مليار درهم. ما يمكن استخلاصه أن التعاون مع الأقاليم الجنوبية من خلال تبني استراتيجية النموذج التنموي للنهوض بها في كافة المجالات
مرهون بعدالة مجالية متوازية للمناطق المملكة، وبتمتيع هذه الأقاليم بجهوية متقدمة، لأن الغاية من النموذج التنموي هو فرض توزيع عقلاني للاختصاصات والمورد مع إشراك المواطن في مراكز صنع القرارات، بتركيز ثقافة المواطنة باعتبارها دعامة لا غنى عنها في تحقيق التنمية، والتي من شأنها تعزيز النهوض بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه الأقاليم، وذلك عبر مسيرة التوجهات والطموحات الكبرى لورش الجهوية المتقدمة في مجال التنمية. فنجاح النموذج التنموي متوقف على إسناد سكان المنطقة الصلاحيات الواسعة لتدبير شؤونهم المحلية عبر منحهم الصلاحيات الأساسية للنهوض بالتنمية. من خلال الاهتمام، يعني وهذا ضروري، يعني من خلال الاهتمام والاعتماد على العدالة الضريبية التي لا ينبغي أن تنبني على الدين وعجز الميزانية، وإنما على إرساء القيمة المضافة وقيمة العمل، لأن المغرب لا يجب أن يحدث ثورة في اقتصاده ونموذجه الاجتماعي بإعفاءات، بل من خلال مكافحة اقتصاد الريع والتهرب الضريبي والوظائف العمومية الوهمية، حيث يتعين مراجعة السياسة الجبائية من إعفاءات كلية أو جزئية موجهة لفائدة المقاولات المستثمرة في الأقاليم الجنوبية. ففي كثير من الأحيان تحدث مقرات لهذه الشركات بالأقاليم الجنوبية، إلا أن أنشطتها الاقتصادية تمارس خارج الرقعة الجغرافية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا لتحقيق التنمية بالأقاليم الجنوبية ويعمق من أزمة البطالة بها، مما يحثم مواكبة المقاولات بعد إنشائها وتسهيل اندماجها في النسيج المقاولاتي. فمن أجل إنجاح النموذج التنموي اليوم لا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تحقيق الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، لكون الرهان التنموي بالأقاليم الجنوبية يتوقف على مدى إشراك مختلف الفاعلين المحليين في تتبع وتقييم السياسات العمومية لجعل العمل الجهوي أكثر حكامة ونجاعة وأكثر ملائمة مع الحاجيات الحقيقية للمواطنين. ولكن بالرغم من المكتسبات المحققة والإنجازات المستمرة والأوراش المفتوحة في إطار تفعيل البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية التي تسارعت وثيرتها واتسعت آفاقها، لا سيما في ظل التوجه نحو الملائمة بين النموذج التنموي الجديد ونموذج التنمية للأقاليم الجنوبية التي أضحت قنطرة رئيسية نحو مستقبل التنمية في الأقاليم الجنوبية عبر إيجاد فرص الشغل للقضاء على البطالة قصد تحقيق إقلاع جهوي مع تثمين الاقتصاد الاجتماعي وجعله دعامة للتنمية لضمان استمرار القطاع العام في الاضطلاع بدوره الأساسي في تقوية الاقتصاد الجهوي، مع تحفيز المبادرات الخاصة لدعم الرأسمال البشري عبر تعزيز استقلالية النساء وتوسيع مجال مشاركتهن، خصوصا وأن الأقاليم الجنوبية هي أول منطقة تستفيد من نموذج خاص بها الذي يقوم على العديد من الركائز والمقومات التي تتقاطع مع المنظور التنموي الجديد، غير أن تنزيله قد عرف بعض المعيقات بالرغم من المجهودات المبذولة التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة بشكل كامل، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب منها تعدد المتدخلين، غياب حكامة ناجعة، الاستمرار في سياسة الريع، عدم انخراط القطاع الخاص بشكل فعال، محدودية الأدوار المسندة للمجتمع المدني، وعدم إشراك المواطن في صنع قراراته. وخلاصة لما سبق، فالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ليس مجرد مجموعة مشاريع تنموية اقتصادية فقط، بل هو رهان مستقبلي لهذه الأقاليم ومقاربة مجالية تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة من جهات الجنوبية على حدة، التي جعلت العالم يعين وبالملموس أن المملكة المغربية جادة في برامجها التنموية بجعل الأقاليم الجنوبية منارة عمرانية وحضارية وقاطرة تنموية وقطبا اقتصاديا أكثر انفتاحا وتأهيلا، يعبر عن طموح وطني جعل من الجهوية المتقدمة الإطار المؤسساتي الأنسب لبناء مغربي الجهات. وشكرا. شكرا للدكتورة الفاضلة الأستاذة نسرين. أولاً الاحترام للوقت، وفي نفس الوقت أن المداخلة كانت يعني تعتمد على محاور مرتبطة بالخطاب جلالة الملك،
والذي ركز في إطاره أو في إطار مجموعة من الخطب على الحوار، على التضامن، وعلى المقاربة التشاركية، وبالتالي إلى حد يتم التنزيل خلال الفاعلين والقطاع الخاص. استعملت الدكتورة المنهج التدقيق والتكميم خلال إحصائيات وأرقام، وخلصت إلى خلاصات التي هي قابلة للنقاش. شكرا أستاذ الفضيلة، وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ حسن رامو، وهو أستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة محمد الخامس بالرباط. مداخلة عنوان جهات الداخلة والذهب، مكانة الجهة في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والبعد الإفريقي. شكرا سيد الرئيس. كانت هناك مداخلة مبرمجة على أساس تم العرض، بالنظر إلى كوننا نحن الجغرافيين الذين نقتحم عالم العلوم الاقتصادية والقانونية، نحتاج إلى تمثيل بعض الخرائط التي لها بعد جيوسياسي أو جيواقتصادي. بداية أود أن أشكر اللجنة التنظيمية على دعوتنا إلى الحضور والمشاركة في هذه الندوة العلمية حول النموذج التنموي. كما أود استغلال هذه المناسبة لتقديم الشكر للمركز الوطني للبحث العلمي الذي مول جزء من أبحاث مجموعة المشاريع حول الأقاليم الجنوبية. وطبيعة الحال هذا لا يمكن إلا أن يعني طرحكم العلمي حول الأقاليم الجنوبية، خاصة في على مستوى الدفاع عن قضية الوحدة الوطنية. شكرا جزيلا. فمداخلة معنونة بمكانة جهات الداخلة والذهب ضمن النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية في انفتاحها على البعد الإفريقي. فكما تعلمون طبيعة الحال بالنظر إلى موقع الجهة فهي في أقصى جنوب المغرب ومنطقة حدودية مع من جهة الجارة الشرقية وموريتانيا جنوبا. فبطبيعة الحال خلاصة هذه المداخلة تأتي في إطار مشروع بحث حول دور المشاريع التنموية الكبرى التي برمجت في إطار نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب، والتي تضم فيها مجموعة من الباحثين من عدة تخصصات على مستوى جغرافيين والعلوم السياسية والقانونية والاقتصادية، و تتطرق أساساً لجهات الداخلة وادي الذهب باعتبارها بوابة المغرب نحو إفريقيا، وذلك في إطار ظرفية معينة متسمة أساساً بإطلاق هذه المبادرة التنموية مع طبيعة الحال ظرفية أخرى سياسية على المستوى الدولي ما تعرفه القضية الوطنية. والإشكالية الأساسية هي كيف أن هناك مجموعة من المشاريع التي برمجت في إطار النموذج التنموي، كيف يمكن بالإضافة إلى التنمية الترابية المحلية والجهوية على مستوى الجهات الجنوبية، كيف يمكن أن توظف في إطار دبلوماسية اقتصادية أو دبلوماسية سياسية؟ بمعنى أن المشاريع الكبرى مبرمجة صحيح لها بعد تنموي محلي، لكن يمكن أن توظف بالنظر إلى مداها
في القرناء انترناسيونال، خاصة المشاريع الكبرى المهيكلة على مستوى البنية التحتية. بداية جهة الدخلة وادي الذهب جهة مهمة من حيث مساحة التراب الوطني 20% تقريبا خمس مساحة البلد، مكانة جد استراتيجية بالنظر إلى موقعها مع دول مجاورة أساسا موريتانيا، سنغال، مالي والرأس الأخضر، كما أن لها واجهة بحرية في إطار التخطيط الحالي أو التفكير الحالي على مستوى المجال الجيوسياسي الأفريقية الأطلسية، ثم كذلك لها موقع على مستوى الفاعلين على مستوى القضية الوطنية وأساسا بجانب جزر كناري إسبانيا أساسا، وتتكون من ناحية إدارية من إقليمين وادي الذهب الذي يضم مدينة الدخلة وإقليم أوسرت والذي يضمان في المجموع 11 جماعة. من ناحية ديموغرافية تضم جهة ساكنة في حدود 0.5% من مجموع ساكنة المغرب، لكنها كلها متركزة في حدود 80% على مستوى مدينة الدخلة، بمعنى كلها ساكنة حضارية، وهذا بطبيعة الحال له آثار جد إيجابية على مستوى الولوج إلى الخدمات العمومية، على مستوى نسب الفقر وما إلى ذلك، التي تبقى من أضعف نسب الفقر في المغرب في حدود 1.5%. من ناحية المؤهلات الاقتصادية للجهة، فهي جهة واعدة على المستوى الاقتصادي في بعض المحاور، خاصة على مستوى الصيد البحري، باعتبار أن الجهة تضم ما يفوق 650 كيلومتر من الشواطئ الغنية بالثروات السمكية، مع إنتاج سنوي تقريبا 600 ألف طن كل سنة، ومخزون سمكي يقدر ب 2 مليون طن سنويا. بالإضافة إلى أن الجهة لها أهمية كبيرة على مستوى الفلاحي، خاصة تربية الماشية، باعتبار أن الجهة تحتضن أكبر قطع للجمال على مستوى المغرب، بالإضافة إلى بدايات نشوء قطاع فلاحي جد متقدم مع قيمة مضافة عالية جدا وموجه أساسا للتصدير. القطاع المعدني يبقى جد واعد، عندما تكلم عن إقليم وادي الذهب فإقليم وادي الذهب فهو اسم على مسمى، لكن حد الساعة فهو يبقى غير مستغل بالنظر إلى الإكراهات الجيوسياسية للمجال، وبطبيعة الحال كما تعلمون جيدا الداخلة تتموقع على المستوى السياحي باعتبار أنها أصبحت وجهة سياحية واعدة باستقبالها لأكثر من 40,000 سائح سنة 2020. ثم بطبيعة الحال هناك نوع من التنوع الاقتصادي مع الصناعات التحويلية. بحسب النموذج التنموي عند قراءة التقرير بكامله، نجد أن مؤهلات الجهة تتجلى أساسا على مستوى مؤهلات الطاقية لإنتاج الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الريحية، باعتبار أن الجهات الداخلة خاصة الخليج الداخلة يتسم برياح مستقرة على طول السنة وبقوة تسمح بإنشاء محطات لإنتاج الطاقات الكهربائية انطلاقا من الرياح. المعطى الثاني هو الغناء السمكي، ثم كذلك المؤهلات الثقافية والطبيعية التي يمكن استغلالها سياحيا، بالإضافة إلى طبيعة الحال الإمكانات الواعدة على مستوى الإنتاج الفلاحي، وإن كان هناك الإكراه المناخي والمائي يبقى جاثما على الجهة، بالإضافة إلى دينامية المجال الداخلة باعتبار أنها مدينة جد جد متحركة من ناحية الديموغرافية بنسب وتيرة نمو فوق المعدل الوطني أو أحيانا تصل إلى أضعاف النمو السكاني، ارتباطا بهجرة كبيرة جدا من داخل المغرب، والتي تحركها بطبيعة الحال الجاذبية والدينامية الاقتصادية التي تعرفها المدينة الداخل، بالإضافة بطبيعة الحال إلى بطبيعة الحال غنى من الموارد الطبيعية وهو ما يسمح بإنشاء اقتصاد تضامني. لكن سأقتصر في هذا الجانب على مؤهل واحد وهو الموقع الاستراتيجي بالنظر إلى انفتاح الجهة على مستوى الجانب الإفريقي، خاصة الدول الإفريقية جنوب الصحراء. فالمجال الاستراتيجي على مستوى قربه من موريتانيا، نحن
اللي في داخل المغرب على الاقل بعض الاشارات اللي ربما تكون صادمه. المسافه ما بين الداخله والدار البيضاء اكثر من المسافه ما بين الداخله والوركشوب او داكار، بمعنى ان الداخله المدينه اقرب منها الى دول افريقيا الصحراء منها الى دول الى عاصمه الرباط. فبطبيعه الحال هذا موقع مهم جدا، كما انها مجال حدودي، وعندما نتكلم على مجال حدودي فبالنسبه للاقتصاديين نعلم اهميه الاقتصاد الحدودي وما يمكن ان يدر من ارباح لجميع الاطراف. ثم بطبيعه الحال تموقع على الخطوط البحريه الكبرى في اطار التفكير الحالي على المستوى الدولي لانتاج مجال اقتصادي جديد مرتبط بافريقيا الاطلسيه. وبطبيعه الحال يمكن كما جاء في خطاب صاحب الجلاله لرئيس مصر الاخير ان مجال الداخله يمكن ان يكون مجال تلاقي و تقاطع تجاري وعلاقات اقتصاديه كبيره ما بين الجنوب الافريقي والشمال الاوروبي. فمكانه الجهه على مستوى النموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبيه مرتبط بعده ابعاد، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو تهيئه وبرمجه مشاريع ترابيه، ومنها ما هو مرتبط بالبنيه التحتيه. فعلى المستوى الاقتصادي بطبيعه الحال البرامج التي بعضها الان في طور الانجاز مرتبطه بالصيد البحري، فيمكن ان يجعل من الداخله قطبا للصناعات التحويليه ليس فقط للداخله ولكن كذلك للدول المجاوره واساس الموريتاني التي تعتمد في جزء كبير منها على الثروات السمكيه. وبالتالي ففي غياب صناعه تحويليه مهمه لموريتانيا خاصه من واديب او نواكشوط فيمكن للداخلة أن تقدم هذا الجانب على مستوى تثمين المنتوجات السمكية لدول الجوار. ثم على مستوى الفلاحي فالجهة أصبحت تتصدر جانب الفلاحات التصديرية وتساهم، وأزمة البربرات أبانت عن ذلك، في الأمان أو السيكوريتي أليمونتير على مستوى الأمن الغذائي لدول خاصة موريتانيا، مالي، غينيا، وأحيانا تصدير مواد فلاحية يصل إلى ساحل العاج. ثم كذلك مجال لإنتاج طاقات الكهرباء من المصادر المتجددة، وهناك مشاريع للربط الطاقي ما بين المغرب وموريتانيا، بمعنى أن على الأمد المتوسط بتنزيل سليم لبعض مشاريع النموذج التنموي يمكن أن ترتبط مصالح دول جنوب المغرب خاصة مالي، موريتانيا، غينيا وسنغال وحتى الرأس الأخضر بالمصالح الاقتصادية المتواجدة على مستوى جهة الداخل. إضافة إلى ذلك فهناك الجانب السياحي بطبيعة الحال، باعتبار أن الداخل الآن أصبحت تستقطب الطبقة المتوسطة الموريتانية والسنغالية، بمعنى أن ما زلنا في إطار نفس المجال ما يسمى بمجتمع البيضان. وبالتالي فحتى على مستوى السياحه من الناحيه الثقافيه المحليه فهي بطبيعه الحال دائما هناك امتداد لثقافه البيضان على مستوى جهه الداخله، والان المدينه تتموقع على مستوى السياحي. بالاضافه بطبيعه الحال الى الجانب اللوجستي والتجاري، باعتبار ان في اطار النموذج التنموي ان الجهات الداخله ستحتضن على الاقل منطقتين لوجيستيك بين تيرفت بميناء الاطلسي ومنطقه لوجستيه ثانيه على مستوى بيرغندوز الجارات، والتي بطبيعه الحال لا يمكن الا ان تخدم مصالح الموريتانيين والماليين والسنغاليين اساسا. ثم على مستوى المشاريع التهيئه من خلال النموذج التنموي فنجد ان هناك كذلك استثمار على مستوى البنيه التحتيه، تهيئه الطريق المزدوجه ما بين تيزنيت والداخله في انتظار ان شاء الله تكون استمراريه ما بين تثنيه الطريق ما بين الداخله الى الجرجارات لان غير مبرمجه في اطار النموذج التنموي، حتى تكون هناك استمراريه ما بين كدير الى حدود الكركرات الحدود الموريتانيه المغربيه. ثم كذلك تهيئه المناطق اللوجستيه بكل من تيرفت بيرغندوز والكركرات. تهيئه سياحيه لمجموعه من المنتجعات. تهيئه المحطات الطاقيه ومحاوله الان في السنه الماضيه كان هناك ربط مدينه الداخله ب الشبكة الوطنية للكهرباء وفي أفق الربط الكهربائي الدولي مع موريتانيا، بالإضافة إلى تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية أساسا للداخلة وبوجدور. وبطبيعة الحال هناك تهيئة المجالات السقوية
بمجموعه من المجالات حول طورطا وبجامعه عرقوب قرب الداخله، بالاضافه الى طبيعه الحال لتوفير شروط انجاح هذه المشاريع، فهناك ضرورات لتحليه مياه البحر باعتبار ان الجهه تعاني من مشكل المياه. ثم هناك على مستوى البنيه التحتيه، فطبيعه الحال هناك الربط الطرقي، هناك الربط الجوي مع مشروع تحويل المطار الداخلة من المدينة إلى العرقوب حتى يكون بسعر أكبر، وطبيعة الحال حتى تصبح الداخلة منصة جوية ما بين أفريقيا الغربية وأوروبا، وطبيعة الحال هذا مطلب كبير على مستوى تموقع الخطوط الملكية المغربية على مستوى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى ميناء الأطلسي للداخلة، والذي بطبيعة الحال له أبعاد دولية ليس فقط مقتصرة على الاقتصاد الوطني أكثر ما هو ربما ستكون موقع كبير على مستوى إفريقيا الغربية أساسا. ثم بطبيعة الحال إضافة إلى ذلك نجد مجموعة من المشاريع البنية التحتية التي تروم أساسا تحسين ظروف العيش بالجهة. بطبيعة الحال البعد الإفريقي اتضح أساسا مع أزمة البرغالات، مع ميليشيا البريزالي تم قطع الطريق، فظهر مشكل الأمن الغذائي وخاصة على مستوى مدينة نواديب والعاصمة نواكشوط، بالنظر لارتباط سوق التمويلات الخضار لموريتانيا بمحور طرقي أساسا داخل البلاد، كما أن ذلك أظهر ضرورة تقوية المبادلة التجارية ما بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء. وبطبيعة الحال هناك كذلك حتى ربما حاليا نشتغل مع الإخوة في مستوى الجهة والولاية، تفكير حتى على مستوى توفير بنية تحتية اجتماعية ليس فقط للمغاربة أبناء الداخلة المناطق الجنوبية، ولكن كذلك على مستوى تقديم خدمات لمجموعة من الوافدين من دول جنوب الصحراء أساسا على مستوى التعليم العالي، على مستوى الأونسيجي والدراسة الوطنية للتسهيل والتجارة، على مستوى الصحي كذلك توفير خدمات صحية خاصة للطبقة المتوسطة الموريتانية والمالية والسنغالية كذلك وما إلى ذلك. فبطبيعة الحال هناك مشاريع كبرى مهيكلة حتى لا أطيل، فعلى مستوى النقل الجوي كما قلت أن تصبح الداخلة منصة جوية تربط ما بين الغرب الإفريقي وأوروبا، على مستوى اللوجستيك كذلك لتتميم المنتجات الطبيعية الثروات الطبيعية التي تصدر من دول الغرب الإفريقية، على مستوى النقل البحري كذلك، ثم على مستوى الربط الطاقي والحركية الطرقية. هذا البعد الجانب المرتبط بالبنية التحتية بطبيعة الحال له تأثير نظري على مستوى عدة باحثين منذ نهاية القرن 19 بأن هناك الاستثمار في البنية التحتية وفي الربط وفي الشبكات ذات الطبيعة الاقتصادية أو اللوجستية أو البنية التحتية يساهم في إعادة تشكيل المجال الترابي الجيوسياسي والجيواقتصادي. من طبيعة الحال إن شاء الله مع أجراءات المشاريع كلها سيكون لدينا مجال جديد اقتصادي يربط مصالح دول الغرب الإفريقية بالصحراء المغربية، وهذا مهم جدا. وعلى مستوى التنزيل فالآن أصبحت تتضح بعض الأمور على الجانب النظري، خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية للجهة على مستوى المشاريع الكبرى المتمركزة على كل ما هو شبكات وربط ما بين الدول، خاصة على مستوى النقل البحري والربط الطاقي، بالإضافة إلى التجارة، ونعلم جيدا على مستوى المجتمع البيضاء من ناحية ثقافي ومجتمع تجاري كان تجارة صحراوية، وبالتالي لا يمكن إلا أن يعيد إحياء هذا الترابط الذي كان منذ العصر الوسيط. فبطبيعة الحال هنا مشاريع كبرى نطمح إلى تنزيلها على مستوى المغرب، لكن الوضع الجيوسياسي له خصوصية، نعلم جيدا مشكل الجذور التاريخية لهذا المشكل المفتعل، مشكل تموقع المتطرف الإكستريم سود بأقصى جنوب المغرب، وهو ما يضفي على مستوى الربط الطرقي أهمية أكبر، ثم كذلك على مستوى ضرورة تثمين المؤهلات الاقتصادية، بالإضافة إلى من طبيعة الحال هناك الآن مسار
مسار للاعتراف دولي، الاعتراف الدولي بمغربيات الصحراء، وما طبيعة الحال يفسر لنا هذا الاستثمار مجموعة من الدول على مستوى فتح قنصليات ذات طبيعة اقتصادية واستثمارية، ليس اعتباطا أن الولايات المتحدة أو الإمارات التي من أكبر الدول التي لها تهافت على الجانب الاستثماري أن تفتح قنصليات ذات طبيعة اقتصادية ليس في العين ولكن على مستوى الداخلة، وبالتالي فهذا يزكي الطرح الذي كنا نقول دائما أنه الداخلة يمكن أن تكون بوابة المغرب لإطلاق استثمارات في الفرعية الغربية. لكن المشكل الأكبر يبقى هو مشكل الجزائر، الجارة الشرقية التي تحاول ليس فقط مشكل مسألة الصحراء بقدر ما هو المساس بين المصالح العليا للبلد وللتذكير فقط، فهذا تقوية هذا الترابط كان هو هدف الدبلوماسية الجزائرية. نتذكر 19 غشت 2018 أن كانت محاولة الجزائر فتح معبر حدودي مع موريتانيا على مستوى تندوفشو، محاولة إحياء التجارة بالمقايضة، لأن الجزائر انعدمت به صراحة، فهناك نوع من إرساء قانون للتجارة بالمقايضة مع النيجر، محاولة فتح معبر حدودي مع النيجر في يوليوز 2021، استعمال ورقة البوليزاريو لقطع معبر درقارات، إغلاق المجال الجوي أمام طائرات الخطوط الملكية المغربية، وأكثر من ذلك كما حدث في شتنبر 2021 أنه نقل الطرق المغربية تعرض لأعمال إرهابية داخل مالي، ومباشرة بعده نسمع بأن هناك مقتل أبو عدنان الصحراوي الذي له ارتباطات مباشرة مع المخابرات الجزائرية. ومن طبيعة الحال كل هذا يعطينا أن هناك محاولات جادة من طرف الجارة الشرقية للحد من هذا التشبيك وهذا الربط بجميع أنواعه مع دول الجنوب الصحراوي. من طبيعة الحال لا يمكن أعتقد في هذه الظرفية إلا استمرار على مستوى تقوية الربط ما بين المغرب و دول جنوب الصحراء عبر بوابة الداخلة، وهنا أختم. ومن طبيعة الحال بالنظر إلى أن يجب ربما هل المشاريع، السؤال يطرح نفسه، المشاريع المبرمجة منذ 2013 في إطار برنامج النموذج التنموي هل هي كافية الآن في 2021 بالنظر إلى الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية، بالنظر إلى الإنجازات التي عرفها الدبلوماسية المغربية، بالنظر إلى وضع جيوسياسي جديد مرتبط بتدخل دول كبرى من قبيل الصين في برمجة الطريق الرابع لمار عبر الطريق الساحلية الأطلنطية الإفريقية، بالنظر إلى المشروع الربط الغازي نيجيريا المغرب، بالنظر إلى آفاق أخرى مرتبطة أساسا لما لا بتيسير استغلال موارد المنجمية الموريتانية من الزويرات إلى الداخلة على 300 كيلومتر عوض المسار الذي تأخذه أكثر من 750 كيلومتر باتجاه الوادي، وبالتالي فهناك إمكانية كبيرة لتشبيك العلاقات والمصالح. لكن التحدي الكبير هو مستوى تبني الفاعل الترابي، هنا نتكلم عن مندوبيات الجهوية على مستوى مخططات الجهة والأقاليم ومخططات الجماعات الترابية لتبني لتوجهات النموذج التنموي. فأنا تكلموا عن واقع مرير أن هناك يجب أن يكون انخراط أكبر للفاعل الترابي الجهوي على مستوى تنزيل نموذج التنموي، بالإضافة من طبيعة الحال إلى إكراهات أخرى مرتبطة بالموارد المائية ومرتبطة بتقوية الربط الأوروبي. وأعتذر إن كان هناك إطالة. شكرا. شكرا للدكتور حسن رمو على هذه المداخلة. الحقيقة كانت مداخلة قيمة من خلال بسط مجموعة من الأرقام والإحصائيات والوقوف عند الموقع الاستراتيجي بشكل أساسي. طبيعة الحال الموقع الاستراتيجي جنوب لجنوب دول إفريقيا وجنوب الصحراء والبعد ديالها والعمق ديال الإفريقي اللي بجنوب موريتانيا إلى غير ذلك، ثم المؤهلات التي تمتاز بها المنطقة لا على مستوى إنتاج الطاقة، لا على مستوى السمكي، لا على مستوى السياحي، ولا على مستوى يعني الفلاحي اللي هو في طريق يعني الخوض الطريق ديالو الصحيح. طبيعة الحال اهم اشكال اللي طرحه الاستاذ هو الى اي حد هذه المشاريع يمكن توظيفها من خلال خدمه القضيه الوطنيه عبر المجال الدبلوماسي والسياسي.
طبيعة الحال عراقيل من جار الجزائر. وهنا أرجع المقولة ديال المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، إذا ما قال الله ما كثر حسدنا. وبالتالي فالمغرب أهم شيء بالنسبة له هو أنه يركز على المجال ديال الخدمات العمومية، على المشاريع التنموية، على إنماء وتأهيل الموارد البشرية لمنطقتنا الجنوبية. وهذه مؤشرات أساسية وكبيرة من أجل أن نقوم بتقوية كل عمليات من أي عدو كان. أعطي الكلمة للأستاذ الفاضل أحمد مرابطي، وهو أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنوطرة. سوف تكون مداخلة ذات عنوان الدبلوماسية المغربية الإفريقية وسؤال الوحدة الترابية، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، رئيس الجلسة المحترم، السادة الأساتذة الأجلاء الأفاضل، عموم الحضور الكريم، مهتمين وباحثين، السيدة الفاضلة الأستاذة نادية جامع صاحبة هذا العرس العلمي، تحية لكم جميعا، تحية طيبة للجميع. فيما يتعلق بإغناء أو المساهمة في إغناء هذا النقاش حول قضية الوحدة الترابية في علاقتها بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أقترح عليكم موضوع بعنوان الدبلوماسية المغربية في إفريقيا أي تأثير على قضية الصحراء، أو الدبلوماسية الإفريقية المغربية الإفريقية وسؤال الوحدة الترابية. طبيعة الحال عندما أتحدث عن الدبلوماسية فلن أتحدث عن تلك الدبلوماسية التي يمارسها صانع القرار السياسي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، ولكن سوف أتحدث يعني حصرا على الدبلوماسية التي يمارسها الفاعل الغير رسمي، أو ما يسمى بالدبلوماسية المتعددة المسارات، الدبلوماسية الموازية، الدبلوماسية التي يمارسها الفاعل الاقتصادي، التي يمارسها الفاعل الثقافي والفاعل الديني في شخص صاحب الجلالة بصفته كأمير للمؤمنين في إفريقيا بطبيعة الحال. إذن تدور مداخلة متواضعة، سأستحضر فيها بعض مظاهر الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك سأعرج على بعض مظاهر الدبلوماسية الروحية، ثم أيضا سأقف بشيء من التحليل والتفصيل إن أسعفنا الوقت للحديث عن الدبلوماسية الثقافية، ثم سأنتقل بحضراتكم في الشق الثاني إلى الحديث عن ماذا تحقق من وراء هذه الجهود الدبلوماسية الرسمية منها وغير الرسمية، على أن أختتم مداخلتي هذه ببعض التحديات التي ما فتئت تنتصب وتعترض طريق المغرب وهو يشق طريقه إلى الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا بدون مبرر. سأبدأ بطبيعة الحال فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية. المغرب كما هو معروف عندكم يعني يراهن كثيرا على تكثيف تعاونه الاقتصادي وعلى توسيع علاقاته وتنويعها مع الدول الإفريقية، ليس فقط لأنه أقصد يعني العلاقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، ليس فقط لأنه يجني من وراء ذلك أرباحا مهمة، بل لأن النفوذ الاقتصادي يستتبع بالضرورة النفوذ السياسي، ذلك لأن الاقتصاد كما تعلمون هو مفتاح السياسة، والسياسة هي مفتاح تحقيق الأهداف الاستراتيجية. إذن في هذا الإطار، في هذا السياق العام، يمكن أن نفهم لماذا بادر أو أقدم المغرب في سنة 2000 عندما تولى صاحب جلالة مقاليد الحكم، أقدم على إلغاء جميع الديون المتراكمة في حق الدول الإفريقية الفقيرة. كما في هذا السياق أيضا يمكن أن نفهم لماذا يعني تطور وارتفع عدد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول الإفريقية، حيث بلغ عددها حوالي 1000 اتفاقية وشراكة. وفي هذا السياق أيضا يمكن أن نفهم لماذا بادر المغرب إلى تأسيس ما سمي بالمؤسسة العلوية للتنمية البشرية المستدامة سنة 2008، خاصة في ظل فشل نسبي للنيباد، مشروع نيباد يعني الشراكة الجديدة للتنمية الإفريقية، التي كانت قد بادرت إليها كل من الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا. إذن أقول في هذا الإطار أيضا يمكن أن نفسر أو نفهم لماذا يسعى المغرب إلى البحث عن العضوية الدائمة في منظمة التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، وبالفعل قد حصل على
هذه العضويه مبدئيا موافقه مبدئيه سنه 2017، الا انه لم يحصل على الموافقه النهائيه طبيعة الحال لاسباب عده من بينها مخاوف نيجيريا بالخصوص، خاصة وأن المغرب تربطه علاقات تبادل حر بين أكثر من جهة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى غير ذلك. إذن وفي إطار هذه الدبلوماسية الاقتصادية أيضا يلعب الفاعل الاقتصادي وخاصة الشركات والمقاولات المغربية التي تنتمي للقطاع العام والخاص تلعب أو تشكل أدوات فعالة في يد السياسة الخارجية لتحقيق أهدافها. بطبيعة الحال لن أستعرض أمامكم كل المؤشرات والأرقام حتى التي تعكس النفوذ الاقتصادي لهذه الشركات والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا، لكن سأكتفي فقط ببعض الأمثلة من باب بسط أرضية للتأمل وليس من باب الإحاطة الشاملة، لأن هذا الموضوع المهم كما تعرفون يحتاج إلى أكثر من دواء وأكثر من محاضرة. إذن الخطوط الملكية المغربية مثلا تتوفر على 30 خط جوي مفتوح مع الدول الإفريقية، وكما تتوفر على عدة مكاتب تمثيلية في الدول الإفريقية. أيضا في قطاع الأبناك البنوك المغربية تحتل مواقع أو مناصب قيادية في المؤسسات البنكية الإفريقية بفعل أو بفضل الحضور المكثف الذي تسجله البنوك المغربية الرائدة الثلاثة وفا بانك وبيمسيو وبنك الشعبي، ويعني مثلا بيمسيو ولا وفا التجارة وفا بانك يتوفران على أزيد من 400 فرع في أكثر من 20 دولة إفريقيا. كما أن شركة اتصالات المغرب تستحوذ على حصص مهمة من رأس مال بعض شركات اتصالات الإفريقية، كما حظي مكتب الوطني للماء والكهرباء بكهرباء مجموعة من مناطق العالم القروي في مجموعة من الدول الإفريقية وخاصة السنغال التي يمتد العقد الكهرباء على امتداد 25 سنة. هذا ناهيكم عن إطلاق مجموعة من المشاريع التجارية المتكاملة، ولعل أبرزها كما ذكر الأستاذ الفاضل